ما بين انك انت صلبه كده ووقفتي وقفه صلبه بعد وفاه بابا وماما، ومن جواكي انت لما بتحبي الانسان اللي يديك الشعور بالامان. في حاجتين مختلفتين مع بعض، انت عندك نقص في الشعور بالامان. انت من جواكي ايه؟ انا جوايا طبعا زي اي بني ادم احتياج للاخر، لكن ما بخليش الاحتياج ده هو اللي سايق حياتي، او هو اللي لو ما حصلش حياتي هتبوظ. يعني انا بحب احتاج لنفسي اكتر ما بحتاج لحد. يعني بتعيطي في حضن مين دلوقتي بعد وفاة ماما بابا؟ القطط بتوعي بجد، يعني بس دول اصدق شيء قابلته بعده الحقيقة. ياه. يعني فعلا بحس انه الناس دي بجد. في ناس كانوا حواليكي وانفضوا من حواليكي؟ ده طبيعي اكيد. فيه مشاعرك ايه تجاههم؟ زي الفل. ما زعلتيش منهم؟ لا، اصل ما حدش مضطر يعمل لك، يعني ما فيش حد من حقك عليه انه يعمل لك اي شيء، حتى لو كان ابوك وامك على فكره. يعني اللي يعمل لك حاجه كتر خيره، واللي ما يعملكش خلاص برضه، لانه المفروض انت موجود في الدنيا دي في تاسك كده، في هوم ورك تنازل عشانه، انك تعمل حياتك وبعدين تفيد اللي حواليك. لو انت هتفضل ريلاينج على الناس ومحدش وقف جنبي ومحدش ساعدني وليه ما كلمونيش وليه ما سألوا والحاجات دي، يعني انا اللي حياتي هتبوظ. ايه الحاجة اللي ما عرفتيش تحليها وقفتي قدامها؟ حاجات كتير، زي حاجات كتير في حياتي. عندي ما عرفتش احله مع نفسي ابدا، وجي على حسابي في حاجات كتير، لكن ما عمري ما عرفت احله مع نفسي. يعني عندي حتة كده بحب اتعلم من الناس ازاي اتغلب عليها وابقى زيهم فيها. الذكاء الاجتماعي، عدم الصراحة المفرطة اللي هي ممكن فعلا تجرح اللي قدامك وانت مش واخد بالك. ده يعني دي من الحاجات اللي انا بشوفها عيوب قاتلة فيا، واتمنى اغيرها وبحاول وبشتغل عليها فعلا. ايه الحاجة اللي انت ندمان عليها؟ حاجة قلتيها وندمان عليها؟ كل اف قلتها لأمي، كل محدش له دعوة بيا قلتها لأبويا مثلا في خناقة، ودي حصلت لنا كلنا. بس صدقني بعد ما بيمشوا ده بيقتل البني آدم. فدي نصيحة مني، انه اي حد اهله موجودين ياخد باله قوي من الحتة دي، لانه مش هيستحمل ندمه فيها بجد. ويتمنى ان هم يرجعوا تاني عشان يقول لهم انا اسف. لا، مش عشان اقول انا اسف، عشان اعمل عكس كده بالظبط. أنا آسف. أبدا، أنا بشكرك. أنت كوميديانة كمان شوية. يعني الكوميديا اللي أخدتيها من بابا صح؟ الاثنين.